السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم بين الكلمات. حلقتنا النهاردة مميزة، معانا شباب ومواهب فعلا فعلا ماشية على الطريق الصحيح، وهو الطريق اللي بينموا فيهم موهبتهم. معانا النهاردة تفلين. الطفل الأولاني شاعر من الطراز العريق رغم صغر سنه. الطفل ده حقق إنجازات وميداليات، كسب ميداليات وشهادات من أماكن كتيرة. معنا الطفل التاني وهو عالم أثار صغير لسه بيحب الأثار، بيتنقل من مكان لمكان، بيكتشف أثار بلده عشان يعرف ويوصل فكرة معينة إن بلده هي بلد الأثار والتاريخ والحضارة. ومعنا الموهبة التالتة وهي آلاء بنت منتقبة وشاعرة. كزور ليها فهو كزور لمواهب بين الكلمات كمنتقبات فهي تالت موهبة منتقبة في برنامج بين الكلمات. في البداية أرحب بيهم. معانا الطفل طلال حمدي. ازيك يا طلال؟ الحمد لله. اتفضل مايك كان فيه. ازيك يا طلال عامل ايه؟ الحمد لله دايما رب. ومحمد عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله دايما رب. وطبعا آلاء. ازيك يا آلاء؟ آلاء فتحي. طبعا ما ننساش عازف الناي عمرو عبقري. منور يا عمرو حبيبي، ربنا يخليك. في البدايه هنتكلم مع طلال. طلال، مين اللي شجعك تحفظ قصايد او تكتب شعر؟ ماما كانت بتشجعني. مامتك هي السبب انك تحب الشعر؟ هي اللي كانت السبب انك تحب الشعر وتكمل فيه وتلقي. طب انت بتلقي قصايد ايه؟ ايه انواع القصايد اللي بتلقيها؟ قصايد وطنيه وقصايد دينيه. دينيه ووطنيه، جميل. محمد، انت بتحب الاثار، ايه اللي حببك في الاثار والسياحه وانك تبقى نفسك تكون عالم اثار؟ لانه انا صغير ماما كانت بتاخدنا اماكن سياحيه كتير وانا صغير، فانت حبيت الموضوع. السياحه جميل جدا. زرت اماكن ايه قبل كده سياحيه؟ زرت شارع المعز ومنطقه اثار سقاره ومنطقه اثار الازهر ومسجد احمد بن طولون ومسجد الرفاع ومسجد السلطان حسن ومتحف جاير اندرسون. جميل جدا. آلاء، ايه انواع الشعر اللي بتكتبيها؟ بكتب شعر ديني وشعر رومانسي. شعر ديني ورومانسي. طب لو هتسمعنا النهارده القصيده هتكون ايه؟ هتكون دينيه. دينيه، اتفضلي. ممكن مايك؟ شكرا. سيبيها. اتفضلي. دينيه. قصيدة بعنوان عتاب نفس. بدأت مع نفسي عند باب اللوم حواري، دنوت يا نفسي باقتراف المعاصي، أحقا جعلت الله أهون الناظرين؟ ألهذا الحد أصبح القلب قاسي، فتحولت رقة قلبي للإيمان في تناسي، يا ويلي من عذاب القبر وظلماتي وخروج الروح وانقطاع أنفاسي، ومنكر ونكير عن يميني وشمالي، ويوم الخروج إلى الحشر وزحامه، يوم الزحف وكل لأهله ناسي، والناس سكارى من هول المشهد، وهم حفاة عراة دون ستر أو لباس، ويوم الجمع يتساوى غنيهم بفقيرهم، فالجميع في ضنك وعسر وإفلاس، إلا الذين لذكر الهادي قد اتبعوا، وقلوبهم صافية تعفو عن الناس، وعيونهم لعورات الخلق ساترة، ومالهم للفقراء مطعم وكاسي، وها قد ذهب الجميع وحل سؤالي، تركت وحدي في قبري أقاسي، خشيت النار ويوم الحشر الآتي، هجرت قيامي وصلاتي يا ويلي من المآسي، خشيت القبر وتعالت آهاتي، يا نفس هل تشعرين بذل إحساسي؟ وتمنيت رؤية وجه ربي ذي الجلال، وما أصلحت أعمالي ولا أعددت حسناتي، الآن يا نفسي وقد جفت أعمالي، فتوبي إلى الله وإلى الله عودي، توبي يا نفس وهيا للقيام وللصلاة، عماد الدين ولا يبنى دين بلا أساس، فمع نفع التوبة وقد طويت صفحاتي، يا رب إني لم أسلم بنفسي من هلاكي،
فسلم برحمتك عبدك الفقير المناجي، واجعل من حبك لقلبي مواسي. وصل اللهم على نبيك القائل أمتي أمتي يا رب دون الناس. أحسنتي يا ألاء، أحسنتي. ألاء، مين اللي شجعك إنك تكتبي؟ هو في البداية ما كانش فيه تشجيع، لأن أنا لجأت للكتابة من حاجات شفتها مصاعب. كلمة بعيدة عن المايك عادي. من مصاعب شفتها فخلتني نلجأ للكتابة. فما كانش في البداية ما كانش فيه حد قريب منه وكده، ما كانش قدامي غير إن أنا ألجأ للكتابة. الكتابة، إيه أنواع الكتابة اللي بتكتبيها غير الديني؟ وبتكتبي قصص أو روايات؟ هو أنا بكتب جميع ألوان الكتابة، خواطر، قصص، روايات، سكريبتات، كل أنواع كل ألوان الكتابة. اللي أنت مشاركة فيها؟ اللي أنا مشاركة فيها خواطر وشعر. هما دول الأساس اللي أنت بتكتبيهم؟ أيوه، بس بميل للخواطر أكتر. جميل جدا، هننتقل للنقطة دي دلوقتي. طلال، طلال، أنت عارف معنى القصيدة اللي أنت بتقولها؟ ايه الهدف منها او بتوصل رساله ايه منها؟ بتوصل رساله اللي هو انت بتقول وطني، فبتوصل رساله لايه؟ بوصل رساله الحب الوطن. اتكلم في المايك. حب الوطن. طب انت محضر قصيده دلوقتي؟ قصيده تعظيم سلام. تعظيم سلام، اتفضل. تعظيم سلام للعيون السهرانين، للايدان السجانين، لكل نقطه عرج مرة سالت على الجبين، لكل جند، لكل ضابط أو أمين، لكل عين بتسهر علشان في أمان الناس تنام. تعظيم سلام، تعظيم سلام لروحك يا صاحبي، كنت وقت الجد سد، لا كان يهمك أي حاجة ولا كنت تخاف من أي حد، كنت جد المسؤولية، قدمت روحك لربنا أجمل هدية. ودي طبعا حاجة مش جديدة، ولو هكتب لك 1000 غنوة ومية قصيدة والله ما يكفي الكلام. تعظيم سلام، تعظيم سلام للي كان ماسك سلاحه واجب يحمي أرضنا، للي سهران على الحدود علشان يحمي أرضنا، للي شايل همنا واللي شايل عننا، ليكوا مني كل احترام. تعظيم سلام، تعظيم سلام لكل أم عرفت رب، لكل أم قلبها مليان وجع لكنها بتعرف تخب، لكل أم عاشت وشافت ابنها بيتلف للجنة شهيد. تعظيم سلام لأم الشهيد، روحي على ايديا وبرضو مش زعلان، دي الفرحة في عيني وهبقى انا كسبان. في الدنيا انا الزاهد، في الدنيا انا الزاهد، مش حلمي اعيش فيها ورب السما شاهد، انا ارض احميها ولو غدر يا مصر في يوم بروحي هفديها. تعظيم سلام لكل واحد عارف كويس بان مصر حميها ربها وريس، رئيس لبى نداء شعبه واقسم بانه يرجع لها مكانتها وقوتها وعزيمتها ولم شمل شرطتها. رئيس اتحدى بشعبه كل شعب، بجيش وشرطه بيحموا شعب، بجيش وشرطه بيحموا شعب، شعب علشان نسهر وفداه نموت، وافضل اقولها باعلى صوت، يا رجال الجيش والشرطة يا فخر الوطن، يا رجال الجيش والشرطة يا أمن الوطن، أقسمنا سويا برب العبادي أن نصون مصر من كل الأعادي ونحمي حماها حتى الممات. فحق الشهيد ذات يوم آتي، فحق الشهيد ذات يوم آتي، فحق الشهيد حتما لآتي، شهيدي حتما آتي. أبدعت يا طلال ما شاء الله عليك، يعني أنت كموهبة ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. قصائد الوطنية دي إيه اللي حببك فيها؟ من صغري وما كانت بتعلمني، كانت بتجيب لي قصايد من على النت وأنا بفضل أحفظها، وإيه والقصايد اللي ما كانتش بتعجبني كنت بسيبها وما بحفظهاش.
أنا كل القصايد كنت بحفظها وعارفها إلا قصيدة واحدة بس عن الإرهاب عشان أنا ما كنتش بحبها. جميل، فأنت كنت بتحب القصيدة الوطنية عشان والدتك كانت بتحببك فيها من صغرك. جميل جدا. محمد، محمد أنت زرت أماكن كتيرة، إيه الأماكن اللي نفسك تزورها أثرية؟ يعني في أماكن عايز أزورها تاني زي المتحف المصري، نفسي أروح أزوره عشان في مومياوات كتيرة، ونفسي أحضر الافتتاح بتاعه عشان أحضر المتحف المصري الكبير الجديد. الجديد أحضر الافتتاح وهم بيشيلوا المومياوات يحطوها في متحف الحضارة. بإذن الله إن شاء الله تنال الفرصة دي يا محمد. محمد أنت اشتركت في مسابقات قبل كده، كلمنا عن المسابقات اللي اشتركت فيها. مسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة دلوقتي شغال في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، واشتركت في مسابقة نجوم المكتبة. نجوم المكتبة، والشهادة دي تكريمية، تكلمنا عنها. دي الشهادة دي واخدها في إدارة المطرية التعليمية اللي هي المدرسة. ودي شهادة دولية واخدها عشان اشتركت في مسابقة تحدي القراءة وخدتها من دولة الإمارات. جميل. شهادة دولية. اللي بعده وده الدفتر بتاعك. هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ هننتقله بعد شوية. ده ألبوم. هنتنقل الألبوم دلوقتي. ألا رجعنا لك تاني. ايه الأعمال اللي شاركت فيها كتابين؟ هل شاركت في أعمال كتابية؟ أيوة اشتركت السنة دي مشتركة في 6 كتب. مجمع و2 ليا فردي. ايه اسمهم؟ انتفاضة روح وجريمة عقل. دول الفردي. اما بالنسبة للجمعية منهم لأرواحنا آراء أخرى وكتاب انتفاضة انفجار صمت. دي من اللي انت تذكرهم دلوقتي. تمام. وكتاب لأجلك. لأجلك. جميل جدا. ده مع مبادرة او؟ ايوه مع مبادرة المليون كاتب. ده كان اول اصلا اول هي اول مبادرة حفزتني ان انا نشارك في كتاباتي. طب انت في البداية اكيد واجهت انتقادات. ايوه واجهت انتقادات، وانتقادات كانت بتجيلي من اقرب ناس ليا، بس انا ما كنتش ببص للانتقادات، كنت دايما باخد الانتقاد حافز ان انا اغير، ان انا اطور من نفسي اكتر. هو ده السبب. تمام. بالنسبة للكتاب اكيد كان ليكي كاتب ملهم ليكي حبيتي الكتابة عشانه. أميرة البيالي. شعر. ايوه بحب اسمع لها، لكن الخواطر والكتابات التانية هي ما لقيتش ان انا كنت بقرا لاي حد، لان انا اصلا مش بقرا كتير. هي موهبه فرديه كمان. جميل جدا. الكتابه والكتاب اكيد في حاجه بتحببنا في الكتابه، في كده هدف لينا او حاجه بنخرج اللي جوانا فيه بالمعنى الاصح. ايه اللي خلاكي يعني الهدف لما جيتي تكتبي خليكي تكملي تستمري في الكتابه؟ لان انا لقيت نفسي في الكتابه، لقيت نفسي بكتب كلام يعني يستاهل ان انا انمي موهبتي عليه. ففضلت ماشيه فيه. انا بقالي اصلا كده من اولى ثانوي وانا بكتب فيها، انا بقالي 3 سنين وبس، لسه كنت بكتب مع نفسي وما كانش في حد بيشجعني. يعني لما بدات انشر بس كتاباتي اتعرفت. طب هل دلوقتي بدأتي في تشجيع ليكي واستمرارية؟ ايوه دلوقتي في بابا وفي ماما بيشجعوني دايما، وفي صحابي. انك تكملي الكتابة. ايوه. سمي. جميل جدا. هتقول لنا قصيدة ايه؟ هنقول قصيدة كسرة ام. كسرة ام، تفضلي. مايك ماشي. ممكن تفضلي. هنقول قصيدة كسرة ام. تفضلي. أم تعبت لجل ما يكبر سند يحميها، يعوض قساوة الأيام عليها، وإن رحل الأب ما تبقاش مذلولة، وكبر الابن وراه في القلب مصيبة، بعد السهر والتعب بتنام موجوعة، تتكسر ضلعها وتنام موجوعة، سهرت لجل ما يجي شحط يواسيها، رماها في البرد بحنية معدومة، ويا ريت تردد من بكى الأمومة، كانت القسوة فاصلة والأم مذهولة، يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ انت حقيقي مش فاكلي جميلة؟ يعني حتى مش فاكلي طبطبة؟
نسيت مين علمك شهور السنة وكم ليلة سهرت بيك متعبة وحروفك اللي ساقطة منك جمعتها يعني نسيلي كل العناء يعني وجودي أصبح بلاء يعني مش محتاج مني الدعاء صدقني كنت فاكراك رمز الوفاء إزاي قدرت فجأة تكون جاحد وعرفت إمتى إني مش محتاجاك لو انت مش هتخليني جنبك قولي فين في الشارع استناك ده انت حبيبي وضنايا كرة عيني لقاك ازاي هتنام في البرد مع اني كنت دفاك خايفة عليك من غشاوة عمياك والطول قساوتك فتترد معاك من نسلك ويبقى شقاك بس هقولك رغم الأسى ورغم الجفا نفسي أشوفك أحسن من كده حتى ولو على حساب راحتي أنا نسيت حزني لما شفتك عريس يوم المنى نصيحة مني بلاش تربوا الولاد كده ما تعشوش جرح وتزرعوه في نسلنا ما هي دايرة وهتصيبنا كلنا مش قادرة ألومك زمان كنت مع أمي كده الاء هل القصائد اللي تكتبيها بيكون ليها معنى يعني مش بالمعنى الاصح هل بيكون حاجه حصلت في انت بتخرجيها لا هو مش كله يعني في الخواطر ممكن كتابتي في الخواطر بتكون ناتجه عن حاجه حصلت لكن في الشعر في خيالي كده خيالي جميل جدا نرجع لطلال طلال كان طلال بالمناسبه كان مشارك في حفلة بين الكلمات الأولى أو انطلاق مبادرة بين الكلمات يوم السبت اللي فات طلال هل شاركت في حفلات قبل حفلة بين الكلمات؟ اشتركت في حفلات كتير زي ايه؟ زي حاول تفتكر قول يا محمد شاركت في حفلة فضل ما يقول نساء من ذهب برضو نساء من ذهب كنت مشارك فيها كإلقاء ومؤتمر مؤتمر نساء من ذهب جميل طلال هتقولينا قصيدتي قصيدة الضابط تفضل تفضل لما يبقى في حد من أول ميلاده اسألوه نفسك في ايه يقول لهم نفسه بأضابط ايوه كان باين عليه نفسه يخدم مصر يفديها ويروحه كان يلم عيال صحابه أوام يروحوا بعد ما ياخدوا العيدية اشتريله بندقية اسحفوا على الأرض قال يعني يحارب يكبروا الأولاد وتكبر فيه القضية اسألوه نفسك في ايه يقول لهم نفسه وأظابط ياخد أبوه من ايده ويسلم عليه مصر لو عايزاك توكل شوف بقال سنين بوكل فيك وربي روح انا استودعت ربي فيك ولاخواتك مثلا روح يا وعد الله يعينك روح يا واد وارجع بطل الولد كان متوقع ان زي ما راح هيرجع وانه لو هيموت هيبقى اللي قتله من الاجانب من الصهاينه عمره ما كان متوقع ان الناس تفرح في موته عمره ما كان متوقع ان الناس تفرح في موته بس صوته وهو بيقول الشهادة هو ده اللي اتمنى يحصل حلمه من ساعة الولادة يا بلادي مدام هموت يبقى مطلق يا بلادي ما تزعليش من مشاكل روحي شكلك واسع طهرة شايفة بكرة هبقى ذكرى وانت فاكرة هبقى سيرة وتفضلي مصر الكبيرة هبقى صورة بالشريطة وتفضلي مصر الوسيطة اللي بتودع ولادها زفة في كل الشوارع والأمل في عينينا رابط واسألوا ابنه اللي طالع نفسك ايه هيقول لكم نفسه بقى ظابط شكرا
احسنت وابدعت ما شاء الله عليك. طلال انت نفسك ايه لما تكبر تطلعي؟ نفسي اطلع ضابط. ضابط، عشان كده حبيت القصيده دي. جميل. محمد انت بتحب الرسم؟ ايه الرسم اللي بترسمه؟ اشكال الرسم اللي بترسمه؟ يعني برسم رسومات زي دي كده، زي الارض والسحاب، وبرسم زي عرس المولد، يعني اي مناسبه بتيجي برسم لها رسم. مين اللي شجعك على الرسم؟ على الرسم ماما. وبرده طلال، مين اللي شجعك على الرسم يا طلال؟ ماما برده كانت بتشجعني عشان اعرف ارسم. الرسومات دي يا طلال؟ الرسومات دي انا رسمت الرسمه دي امبارح. دي ايه دي؟ ايه الرسمه دي؟ اهداء الى حبيبي يوسف 20/1/2020 طلال حمدي. ايه الهديه الجميله دي؟ ايه الهديه الجميله دي يا طلال؟ شكرا جدا يا حبيبي. لا خليها احتفظ بيها، دي علاقه عندي. والباقي رسمتها دولت لما كنت صغير في كيجي 2 كنت برسم وبعمل حاجات زي انشطه. انشطه. طب نوريها للكاميرا. دي مجمل انشطه طلال. انت مشارك هنا في حاجه؟ الدفتر بتاعك ده بتاع ال ده انا في المدرسه دي كل عملي وانا صغير. اتفضل مايك قول كده تاني. دي وانا كنت في المدرسه. اعرضها للكاميرا. ودي معظم اعمالي انا كنت صغير فانا في المدرسه. دول المدرسين بتوعي اللي كانوا معايا، وده مدير المدرسه. جد. طب جميل. محمد تحب تقول ايه لبابا والماما؟ اجي لهم كلمه. انا عايز اشكرهم. كاميرا ايه، وبص لهم وقول لهم. انا اشكرهم جدا علشان هم اللي حببوني في الشعر والتاريخ، وحببوني في كل حاجه انا بعملها ورسم كل حاجه. جميل. طلال تحب توجه ايه كلمه لبابا والماما على الهوا؟ انا بحبهم وبشكرهم ان هم شجعوني ان انا اعرف ارسم وان انا اعرف اقول القاء. جميل جدا. الاء رجعناك تاني. الاء تحب توجهي كلمه ايه للشباب اللي بيواجهوا انتقادات؟ احب اوجههم ان اقول لهم ان هم ما ينفعش الانتقادات ان هي تحبطهم، وعشان سمعوا كلمه من اي حد ان هم يترجعهم لورا، لا بالعكس ان هم ياخدوها حافز ويطوروا من نفسهم اكتر. جميل جدا يا الاء ان شاء الله. طلال انا بشكرك جدا، انت ليك مستقبل باهر، وبشكرك جدا جدا على الرسمه الجميله دي، انا هحتفظ بيها ودي اغلى هديه فعلا جات لي. محمد انت ان شاء الله تكون عالم اثر كبير جدا، وباذن الله تحقق اللي نفسك فيه كله. الاء ما شاء الله عليكي، القاء كتاباتك في الدين او النثر او الخواطر جميله جدا، ليك مستقبل باهر، وبشكرك جدا على تواجدك النهارده في البرنامج. بشكركم جدا. هنطلع الفاصل. قبل ما نطلع الفاصل هنشوف كده ملخص للصور والفيديوهات اللي كانت متواجده في حفله بين الكلمات، هنعرضها عليكم في خلال الفاصل. ان شاء الله هيكون في حفلات تانية للمبادره، وهيكون في انطلاقه كبيره الفتره الجايه لحاجات كتيره تتابع مبادره بين الكلمات. نطلع فاصل.